او هاتف تحكي سمارت فون الكتروني موجود داخل ترانزستورات مكتبات الى اخره. تقيم الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة المتمثلة بشعبة العلاقات الجامعية والمدرسية ورشة عن التعليم الإلكتروني لطلبة الجامعات والمعاهد العراقية بالتعاون مع مركز الكفيل لتقنية المعلومات. جاءت هذه الورشة تزامنا مع موعد قدوم الامتحانات الإلكترونية لطلبة الجامعات لبيان أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه الطلبة خلال أدائهم الاختبار الإلكتروني. بالحقيقة هو التعليم الإلكتروني هو نظام مستحدث من العام السابق خلال جائحة كورونا، وهو ليس بجديد عن طلبة الجامعات، لكن هذه الورشة أقيمت لبيان أهم المعوقات والمشاكل التي تواجه الطلبة خلال أدائهم هذا الاختبار الإلكتروني. نتناول في هذه الورشة إن شاء الله راح تكون عبر بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فضلا عن تطبيق الزوم، أهم المعوقات والمشاكل اللي تواجه الطلبة أثناء أداء الاختبار الإلكتروني، من مشاكل تقنية، مشاكل نفسية، إلى آخر من المشاكل اللي ممكن أن تواجههم، ونوجههم إن شاء الله في سبيل أنه يحقق اختبار إلكتروني آمن إن شاء الله. كذلك راح نتناول كيفية أنه أداء تلك الاختبارات من خلال منصة جوجل كلاس روم، وكيفية أدائها أيضا من خلال منصة المودل اللي هي عبارة عن منصتين نموذجيتين تستخدمها أغلب الجامعات والمؤسسات التعليمية العراقية. عدد نصائح شنو لأداء الاختبار، ما تكون نصيحة تقنية، هذه أولا. الموضوع